ها هي الصناعة العسكرية تسابق الزمن للظفر بمقعد لها في مجال التطوير والتحديث التي عزمت قيادة الجيش الوطني الشعبي على إنجازها باحترافية عالية. مؤسسة تجديد عدد السيارات أحد هذه الركائز التي تسعى جاهدة بمختلف الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة إلى تجديد العدد العسكري المستعمل في الميدان. تتجسد المهام الأساسية للمؤسسة وملحقاتها فيما يلي: إنجاز برنامج تسديد وعصرنة العتاد المسطر من طرف المديرية المركزية للعتاد بأقل تكلفة على أساس مخططات الأعباء المحضرة مسبقا، ضمان تموين بالمحركات علبة السرعات والأجزاء الخاصة بالعتاد المدولب القتالي وآلية الأشغال العمومية لفائدة سلاسل التجديد في إطار الإسناد غير مباشر والمؤسسات المركزية للغيار في إطار الإسناد المباشر، دراسة عمليات تطوير وعصرنة العتاد طبقا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، ضمان تخزين الاحتياط الوزاري للعتاد الجديد والمجدد والمتمثل في التجهيزات التقنية الأدوات وكذلك القيام بإجراء التسليم لفائدة هيكل الجيش الوطني الشعبي. رهان اقتصادي تسعى من خلاله المؤسسة العسكرية إلى ترشيد النفقات للمساهمة في الاقتصاد الوطني مع الإبقاء على الجاهزية والجودة ضمن مختلف الوسائل المستغلة. هي المؤسسة تاعنا أكيد على حسب العملية اللي نقوم بها من تجديد وعصرنا ومراجعة عامة، هي الهدف منها الأساسي هو تقليص الأعباء. مؤسسة ترتكز أساسا على إطارات كفؤة من مهندسين تقنيين يعني قدموا مجهودات لا بأس بها. الصناعة العسكرية ستكون لا محال مشهداً آخر من مشاهد العمل الميداني المبني على رؤية استشرافية بعيدة النظر للتوجه نحو التصنيع العسكري بمختلف فروعه وتخصصاته.